ياسين تبارك الله عليك، شكرا لحضور الكرام، شكرا لاي واحد حاضر معنا لهذا اللقاء هذا الرائع. صراحه اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، الموضوع ديال الصحه. وملي كنهضروا على الصحه فبطبيعه الحال كتبقى شي حاجه اللي هي ثمينه، وشي حاجه اللي كلشي دابا حاليا كلشي كيقلب عليها بطبيعه الحال. دونك الصحه مثل المال، لا يكون لدينا فكره حقيقيه عن قيمتها. بطبيعه الحال كما كتشوفوا في العنوان ديالنا اليوم، سي لو تيم ديالنا بطبيعه الحال سي التغير المناخي، وبطبيعه الحال منتجات خليه النحل. فملي كنهضروا على التغير المناخي، فكيف ما كنهضروا على فصل الشتاء، فصل الصيف، الخريف، الصباح كتلبس شي حاجه خفيفه، في العشيه كيجيك البرد. دونك هاد التغيرات هادو اللي كنعيشوها دابا فكيكون عندها نتائج ربما تكون سلبيه على الصحه ديالنا. وبزاف ديال الناس كيتشكاو من فصل الربيع، كيتشكاو من فصل الصيف، كيتشكاو من فصل الشتاء، علاش؟ كيكون عندهم شويه ديال الحساسيه مع هاد الفصول هذه. وبطبيعه الحال غادي نهضروا على العلاقه الوطيده، يعني بطبيعه الحال الا كان السياسي يقدر يدوز لو ديابو، العلاقه الوطيده يعني ديال التغير المناخي مع منتجات خليه النحل والدور ديالها بطبيعه الحال الوقائي، يعني واللي كتقوي لنا بطبيعه الحال المناعه وبزاف ديال الحوايج. دونك الا دوزنا الديابو بطبيعه الحال غيبان لنا باننا غادي نهضروا على لا سوسيتي فور ايفر ليفين برودكتس، دونك الشركه العالميه، الشركه الامريكيه اللي بدات سنه 1978، الرائد العالمي دابا حاليا اكثر من 40 سنه. وبطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا سي المقر ديالها اللي كان في اريزونا، وهذا المقر اللي كاين الحمد لله هنا في المغرب. فملي كنهضروا على التخصص، سي التخصص ديال لالوي فيرا، دونك تخصصات في لالوي فيرا بطبيعه الحال في الزراعه منذ النبته حتى بطبيعه الحال المنتوج فينال. دونك عندها شواهد ديال الجوده اللي بطبيعه الحال جد متنوعه، منها يعني وزاره الصحه المغربيه ووزاره الصحه اللي كاين حول العالم، وبطبيعه الحال الشهاده ديال حلال. وملي كنهضروا بطبيعه الحال السياسيين على لالوي فيرا، ماشي اي نوع ديال لالوي فيرا، مي اليوم غادي نهضروا على باربادنسيس ميلر، نوع رائع، نوع اللي اكتشفوا العلماء انه يعني عنده واحد مجموعه ديال المزايا وشبيه بالجسم ديال الانسان، وقادر انه يسد الاحتياجات بطبيعه الحال اللي كيخصوا الجسم ديال الانسان بطبيعه الحال. دونك كنهضروا على انزيمات، 12 فيتامين بطبيعه الحال، 20 معدن، 75 عنصر مغذي. فإلى تجمعات هذه المكونات الكامله يعني في نبته واحده، فما يمكنش انها يعني ما تعطيكش داك الشيء اللي انت خاصك في الصحه ديالك، وما يمكنش انها ما تبنيش لك الصحه ديالك. فغادي ندوزوا مباشره وغادي نهضروا على المنتوج يعني الرائع، واحد المنتوج اللي بدا يعني كان اول منتوج صنعته الشركه ديال فوغيفر، اللي هو لو جيل ديال الالوي فيرا كيف ما كتسميه فور ايفر. هذا العصير هذا الرائع اللي كيحتوي على 96.28% من طبيعه الحال من الالوي فيرا. دونك فإلى هضرنا على هذا العصير هذا، غادي نهضروا على النبته ديال الالوي فيرا، فهو شبيه بالنبته ديال الالوي فيرا. فإلى شربتي هذا العصير هذا فكون اكيد انك يعني حصلتي على كاع المنافع اللي ربما هضرنا عليها والمميزات بطبيعه الحال ديال الالوي فيرا. فلا بغيت نهضر على ليكسبيريونس ديالي مع هذا البرودوي، سي اكسبيريونس اللي هي ربما تجيكم غريبه شي شويه، حيت عبدو ربيه سي امين الوالي 27 سنه حاليا. كنت كنعاني من واحد المشكل ديال القولون العصبي اللي كنسميوه حنايا البومزوي. هذا المشكل هذا خلى عندي بزاف ديال الاعراض، منهم النحافه، منهم الماكله ما كنتش كناكل مزيان، منهم يعني اضطرابات في الجهاز الهضمي وليغاز، والتعفن ديال القولون اللي خلى ان الخلايا العصبيه ديالي بطبيعه الحال ديما كنكون معصب، والتقيؤ يعني بالشكل اللي هو بزاف وكثير بزاف. فمده ديال 4 سنين ماشي سهله، مده ديال 4 سنين حتى النفسيه ديالي بطبيعه الحال تضررت. فالحمد لله والشكر لله يعني الوقيت اللي استهلكت القدوي يعني سي لالوي فيرا، كانت الحمد لله نتائج اللي هي رائعه جدا. باقي كنعقل على اول نهار كان في سنه 2016، دابا 2020 ربع سنين داز بالزربه. فالحمد لله تبنات لنا الصحه ديالنا من جديد، رجعنا الحمد لله يعني الشباب ديالنا، شحال هذيك كنعتبر راسي راه كبير في العمر، مي دابا الحمد لله رجعنا للشباب ديالنا. فهنا الا بغيت نهضر على هذا المنتوج والفضل ديالو كبير عليا بزاف بزاف. دونك عنده واحد المجموعه ديال المزايا ومميزات اللي ذكرناهم، وبطبيعه الحال ما غاديش نطول بزاف، مي غادي ندوز الكلمه بطبيعه الحال لواحد الشخص اللي هو رائع، اللي يهضر لنا على واحد المنتج زوين بزاف، سي فارس كتيب بطبيعه الحال، اللي غيعطينا التجربه ديالو مع واحد البرودوي سميتو البي بولين. سي فارس تفضل. السلام عليكم. مرحبا بالحضور الكريم، شكرا سي امين.
بيان سور، قبل ما نهضر على هذا المنتج نهضر ديما كما كنقولوا على التجربه ديالي. ديجا يعني العمل الوظيفي ديالي اللي كان كي ديباسي 10 11 ساعه في النهار كان كيخليني انني نتصاب بواحد الانهاك وبواحد الارهاق اللي هو شديد، هذا من جهه. ومن جهه اخرى انه كان اثر لي على المناعه اللي كيخليني انه دائما عندي مشكل مع التقلبات المناخيه، خصوصا في فصل الخريف وفصل الشتاء. كنت دائما كنتصاب باش بالزكام، وهذاك الزكام اللي هو حاد. الحمد لله حتى تعرفت على هذا المنتج اللي هو لو بيبولان او حبوب اللقاح من شركه فورافر ليفين برودكت. الوغ هذا المسيج ديال الحبوب اللقاح مع العسل الطبيعي ثم غذاء ملكة النحل فريمون غير لي حياتي وخلاني انني النهار ندوزو اون فور، ورجعت هذيك الفيتابيليتي ورجعت هذيك الحيويه ديالي ورجع الاداء ديالي، والحمد لله كان عنده واحد الانعكاس ايجابي على صحتي. دونك ملي كنسمعوا على حبوب اللقاح، دونك اللي هي اللي كتعطي هذاك التمر، الله سبحانه وتعالى ركز فيه كل المكونات بواحد التركيز ليها وقوي اللي فريمون غيكون هو المستقبل ديال هذيك التمر. الوغ واحد المزيج من الاحماض الامينيه الاساسيه اللي ما كيقدرش يصاوبها الجسم، بالاضافه لمجموعه من المعادن القويه، وسيرتو هنا كنهضر على الزنك اللي كيرفع من المناعه، الحديد اللي هو ضد الفقر ديال الدم، وايضا واحد المجموعه من نشم الفيتامينات اللي هي مضاده للاكسده، هي كما كنقولوا الخلطه السحريه اللي كتخلي هذا البيبولا بريمو انه يعطي واحد النتائج رائعه ورائعه على صحه الجسم. وبالتالي كننصح به كل الناس اللي هما مقبلين على التغيرات المناخيه انهم ياخذوا، الناس اللي هما كيتصابوا باش بالانهاك، الناس اللي عندهم مشكل ديال الدوره الدمويه، الناس اللي عندهم مشكل ديال الضعف ديال جلد البنيه وقله ديال الطاقه، كنصحهم باللو بي بولا. وتحيه. شكرا سي فريد. طبيعه الحال غادي ندوزو لواحد التجربه اخرى طبيعه الحال. وي سي امين، بعدا مشكور سي امين على هذا الطلب انني نكون حاضر معكم اليوم. انا من بين لي فان ديالي لي بروجي صراحه، لاجولي رويال، لانه فعلا انا قبل كنت ديجا عندنا بروجي ديال شي ديال المنتوجات خليه النحل، وكنعرف هذا المنتوج لانه باش يمكن له يتكون في وسط الخليه، وشحال بيان سور شحال الكميه ممكن تخدم الخليه، وشحال كيدير الثمن ديالو. هذه تقريبا ماشي تقريبا نقول لكم اكثر من 13 عام كان عندنا مشروع ديال خليه النحل، وكنت كنحاول ندير لامبوسيبل كيفاش ناخذ هاد لاجولي رويال ونستافد منه. التجربه ديالي مع هذا المنتوج، انا من قبل في السابق كنت عندي دو سوسيتي، وكنت عارف لو ستريس ولا ريسبونسابيليتي ديال المشاريع ديال المشروع، بيان سور ماشي ساهل. فهذاك لو ستريس ديما كنلقى نشوف راسي ديما كنلقى راسي مزير، كنحس راسي مشدود من هنايا، مشدود من هاد لابارتي هادي، ودنيا بحال اللي مزدودي. نهار كنت تلاقيت مع هذا المنتوج اللي نصحتني به واحد السيده الله يجازيها بخير، بيان سور مع واحد مجموعه ديال المنتوجات منهم البيدون ديال الروفيغا اللي تكلم عليه السي امين، واكتشفت بانه كاين عندهم هذه المنتوجات ديال خليه النحل، والجميل فيهم مرخصين من طرف وزاره الصحه، ما ترددتش الحمد لله وخديت المنتوج. باش خديت المنتوج، والجميل في هذا الامر هو انه الوقيته اللي بديت كناخذ هذا لاجولي رويال، سبحان الله العظيم هذاك الضغط اللي كان عندي في الراس ديالي ماشي بالجسم ديالي، في الراس ديالي بديت كنحس براسي غادي كنترخب بشويه ويلي. انا افون هاك باش كنت ستريسي ومزير، وحسناني بحال كنحس بهم تما مزيرين، والوقيته اللي بديت كناخذ هذا المنتوج اللي هو لاجولي رويال بديت كنحس براسي كنترخب. من هنا بديت كنقلب على هذا المنتوج بحكم التجربه ديالي السابقه، بحكم اني كنت كنقرا كتب على التربيه ديال النحل، وهنا بديت كنقلب على المنتوج ديال لاجولي رويال ديال فوغا. انا غنلقى بانه لاجولي رويال اللي كاين في هذه لابواط هذه سي لاجولي رويال اللي هي فري، والطريقه باش تكونسيرفا الطريقه اللي هي صحيحه، بمعنى كنقول لاجولي رويال سي لاجولي رويال. شنو هو الميزه ديال هذا البرودوي؟ الحمد لله لقيته حتى هو نفعني في هذاك المور، انني باش ترخفت لقيت بانه شنو كيدير؟ كيساعد على الحمايه من العواقب ديال فصل الشتاء، سيرتو دابا حنا كنعرفوا بانه الجو غادي كيتبدل، بيان سور الصيف حنا ندخلوا الخريف، اذا المستوى ديال المناعه كيولي مزيان. حاجه اخرى هو انه كيحافظ على النضاره ديال البشره، وهذا الشيء لاحظته حتى في البشره ديالي. والحاجه المهمه هو انه كتلقى بانه الطفيرتين ديالك مزيان، الشعر ديالك مزيان، كنقول ويلي شنو جا هذا الشيء هذا؟ مي كنرجع كنلقى بانه هذا المنتوج بحكم انا الوقيته اللي كناخذو هو راه خديته على المشكل ديال الضغط اللي كان عندي في الراس ديالي، ولقيت بانه المنافع ديالو كثيره بزاف.
لانه سي نورمال البروجي تقريبا اكثر من 13 عام انا كنت فيه. اذا غننسى على المنافع ديالنا ولا لقيت لي ديسك المحتاج هذا المنتوج فريمون اكتشف بانه فريمون واحد المنتوج اللي هو رائع جدا جدا. واحد الاضافه هو انه هذا المنتوج هذا حنا قبل كنا كناخذوا لاجور رويال كنا كناخذوا من الخليه وندخلوا في الثلاجه ونديه ونحطوا عاوتاني كذلك في الثلاجه ديال الدار وناخذوا منه دي مورسو ونحطوه. حنا كنا كناخذوا كنسرطوه. انا لقيت بانه الطريقه الصحيحه ديال لاجور رويال الطريقه ديال الاستعمال ديالو وهي كالتالي: كتحطو تحت اللسان هنايا وكتخلي انه كتبقى يتمص وهذاك الريق اللي كيهبط لك اللي كيخرج من هذاك اللي معاه مع المنتوج اللي هو لاجور رويال. سبحان الله العظيم عندنا واحد الموصلات بين تحت اللسان مع الراس كيوصلوا بسرعه. لاجور رويال كنا كناخذو من قبل كخص يدوز ضروري خص يدوز حتى المعدة ويتهضم ويدوزنا في لابسوربسيون ودورنا في الدم فوقاش غيوصل الراس. من الطريقه الصحيحه ديالو هي انك ديرو تحت اللسان بحال الشكل ديال الكاله كما كنسمعوا الكلام هكا مي العمو كتحطو انا عسامع يا سيوقي كاسامع مي النقطه اللي كتحطو هو داك الموصلات اللي عندنا مع الراس اوتوماتيكمون بالزربه كيوصل وانا الدماغ ديالك كتحس بيه مرتاح. والجميل الجميل فيه وركزوا عليه عليه كنقولوا سيرتو كنصح اي واحد اي واحد وكيستمعنا اليوم هو انه تاخذوا سيرتو في هذه الوقيته هذه بالضبط مع البولين نتكلم عليه الاستاذ فارس هو انه فريمون غيرفع لك مستوى المناعه مزيان. وكذلك كنهضروا على المناعه كنهضروا على المشكل الحالي اللي كان حاليا الوضعيه دابا حاليا ديال هاد لي فيروس اللي كاين دابا حاليا وديال انه كل هاد الفيروس انه ياثر على المستوى المناعه ولكن كانت المناعه ديالك مزيان وقويه كون متاكد انه ان شاء الله لا جا هاد المشكل ديال الفيروس كتلقى راسك بانه المناعه ديالك قويه وغتحس براسك انه الصحه ديالك مزيان. اذا هذا هو التجربه ديالي مع المنتوج وعلى المنافع ديالو وهنا غندوز الكلمه للسي امين الوالي. شكرا سي يونس تبارك الله عليك. وبطبيعه الحال غادي ندوز الكلمه مباشره للسي ياسين امغروت بطبيعه الحال حتى هو عطانا التجربه ديالو. سي ياسين افتح الميكرو. شكرا لك سي امين. مرحبا. كنشكرك سي امين كنشكروا الحضور الكريم اللي حاضر معنا اليوم يستافدوا من هذه الباقه اللي كاينه اليوم معنا. كذلك كنشكر سي يونس عطى بزاف ديال الامور اللي انا نتكلم عليها غير غنعاود نذكر بها ولكن راه ذكرها في طريقه الاستعمال ديال منتجات النحل. وشكرا للسي فارس كذلك على الاضافه اللي عطانا. معكم ياسين امغروت من تطوان. الوغ لا بروبوليس هذا لو برودوي هذا اللي كينتمي لمنتجات ديال خليه النحل. اول حاجه التجربه اللي عندي معانا قويه بزاف حيت الاب ديالي كان كيعاني اكثر من 30 سنه مجموعه مشاكل وسببت له مجموعه ديال الامور اللي هي ضرت المناعه ديالو اللي هلكاتو بزاف بزاف ونيفو ديال الجهاز الهضمي. كنعرف الادويه بزاف اللي خديتها مع مده ديال المرض. كذلك الاعضاء ديالو يعني صابت بزاف بقى كيجيه التنفس بحال كيختناق واحد المشاكل اللي عديده. واهم حاجه عنده دي توكسين اللي تكونوا له في الدم ديالو. دونك كان نصيحه من عند الاخ سي فارس مشكور اللي معنا اليوم وهو اللي نصحني بهذا لي برودوي والسيونس كذلك. فالحمد لله مني استهلكهم الاب ديالي من بعد شهور متواليه تقريبا شهر ثالثه ثالثه هكذا واحد خمس شهور عطات واحد الفعاليه كبيره في الصحه ديالو اللي ما كناش كنتظروها بصراحه. دونك هذا هو اللي خلاني حتى انا نعرف لابروبوليس واستهلكته شخصيا. كنت كنشتغل كاستاذ المهنه ديالي بطبيعه الحال واحد التعب لي كبير نهار كامل وانا نفعني بزاف هاد لو برودوي في الانرجي الطاقه الكبيره اللي كيعطي كل نهار. واي واحد بغى طاقه فعاله وطاقه اللي هي رائعه يستعملوه في الخدمه ديالو اولا. ثاني حاجه اليوم كنشوفوا هذا الوباء وكلشي كيقلب على بروبوليس من بعد ما تكلموا عليه مجموعه ديال الخبراء وقالوا ان عنده فعاليه في رفع المناعه ديال الجسم. دونك هو فعلا كيحارب الميكروبات كيحمينا من انتشار الفطريات الفيروسات والبكتيري كذلك كيعطينا واحد المناعه قويه. وخير دليل انا في السلاك ديالي ديال المنتوجات دابا 6 سنوات ونص ما مشيت خديت لي ميديكامون. ماشي كنقول ما تاخذوش لي ميديكامون مي انا تجربتي الشخصيه 6 سنوات ولكن قبل هاد 6 سنين ما كنت كنعرف هاد المنتوجات. غنقول لكمش ديفا دافع لا ميتيال ديما عندي مشاكل ديما بزاف ديال الامور. اهم حاجه يمكن الناس اللي بعض المره كناكلو في الزنقه دوك هادوك لي ميكروب كيكونوا في الجهاز الهضمي ديالنا. الا كنا كناخذوا لا بروبوليس بشكل يومي اليوم كلشي اغلبيه ولاو كياكلوا هاد الاكلات السريعه وهاد الفاست فود وهاد الامور كامله فكيعاون بزاف كيخليك تحمي راسك من هاد المشاكل اللي يقدر تسبب لك بسبب هاد العاده هادي اللي صبحت عندنا. كذلك فهو كيحمينا من التهيجات كيقوي لنا الجهاز التنفسي ديالنا بحال الحاله كانت عند الاب ديالي وطرات له في السلاك ديال المنتوج تحسن. دونك اليوم كنستهلك هذا المنتوج بكل اريحيه انا شخصيا الاب ديالي ديجا هو الاول اللي سبقني الاسره ديالي كامله وحتى الابناء ديالي. وعلاش هادشي كامل؟ باش نكونوا بمناعه جيده وكذلك نحاربوا هذا الوباء او اي فيروس من هنا اللي جاي مستقبلا. وطبعا الحال كنصح اي واحد مكونات رائعه
طبيعيه، الجوده ديال المنتوج ديال فوريفر اللي بحثتوا عليه جوده عاليه جدا على المستوى العالمي، ففوريفر رائده في هذا المجال ديال النحت، كذلك في المجال ديال الالويفيرات كامل سي امين. كيحتوي على المواد اللي يمكن تقلبوا عليها باش تخلطوها باش ما تجيكم السخانه، باش المناعه تبقى مزيانه، من العسل، من البروبوليس، كذلك فرصويا كتشوفوه، فمنتوج اللي رائع اللي جيت نتكلم عليه. ما يكفينيش بزاف ديال الوقت، ولكن اللي غادي نقول لكم تهلاو في ريوسكم، استهلكوا هذا المنتوج وبصحه وراحه. وشكرا لسي امين على استضافتي اليوم في هذا التقديم ديال العرض اليوم. تبارك الله عليك، شكرا لك. شكرا، شكرا لكم صراحه بزاف. هضرنا على الالوي فيغا، هضرنا على البولين، هضرنا على البروبوليس، وبطبيعه الحال على جولي رويال، فكتبقى واحد الباقه رائعه جدا اللي يقدر اي واحد يستهلكها باش يوجد راسه بطبيعه الحال للتغيرات المناخيه اللي كنعيشوها دابا. فكل واحد من الاخوان بطبيعه الحال هضر على اكسبيريونس، هضر على التجربه ديالو، فسبحان الله التجارب قويه، تجارب اللي هي رائعه اللي عاشوها الناس مع 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 هاد لي برودوي. فكيف ما هضرت على الاكسبيريونس ديالي وهضروا الاخوان على التجارب ديالهم، فانا اكيد اليوم عندكم تساؤلات كيفاش تقدروا تحصلوا على المنتوجات، كيفاش تقدروا تاخذوا هاد لي برودوي. دونك اي واحد بطبيعه الحال حاضر معنا اليوم، فسبب ديال الحضور ديالو واحد الشخص اللي ديجا عرض عليه، فنقدر نقول لكم انكم مباشره توجهوا عند هذاك الشخص، سولوه، طرحوا الاسئله ديالكم، فبطبيعه الحال غادي يجاوبكم على لي كيسيون ديالكم كاملين. بيان سور غادي نختموا ان شاء الله هذا اللقاء هذا، وبطبيعه الحال غيكون عندنا موعد ان شاء الله مره اخرى، فكونوا في الموعد. اي بون كوراج للجميع، وشكرا على الحضور ديالكم. اللهم يسر.